أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا مقبل على الزواج من فتاة أجنبية مقيمة هنا، وهذا الزواج يحتاج إلى معاملة، وقد قيل لي إذا أردت أن أخرج المعاملة بأسرع وقت أن أدفع مبلغا من المال للموظف، والسؤال: هل هذا المبلغ يعتبر رشوة؟ بلا شك هذا رشوة صريحة، ولا تدفع مالا، لا تدفع مالا. ومسألة الزواج من الأجنبيات له نظام وله محكمة خاصة، فاتبع النظام ولا تدفع مال رشوة، هذا حرام. نعم.